السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ عاوتاني لاباس عليكم وكل شيء لاباس. سيرجي سيرام عبد الواحد ايرجي عبد الواحد الروداني كيسلم عليكم مره اخرى. انا دابا بوطاجي يعني الطبله ديال الكوزينه فاش خدامه اليوم هي اللي رجلنا الثاني فيها واحد المعلومه بسيطه بالنسبه للجلاجيه. اللي كيخدموا الزلاج عندها واحد المشكل بسيط كيكون في هاد الطبله هادو. فين ما مشيتي اي معلم يعني كاين اللي كيخدم بالطريقه الصحيحه كاين اللي ما كيخدمش بها. يعني عندنا هاد الباقيطه هذه اغلبيه ديال المعلمين كيدير بها هاد الطريقه هذه كيحطها فوق الجليج هكا، ومن بعد كيلصق عليها الجليج ديال هنا هكا هاد الطريقه هذه. واحد المده كتحرك هاد الباقيطه هذه كتحرك كيطيح مع هاد الجليش كامل ديال هنا. هاد الطريقة هادي ماشي جديدة، يعني طريقة قديمة ولكن قليل اللي كيخدم بها. هنا كنهزو هاد الباكيط هادي كنمشيوها من تحت الجليج ولا لهنا. هاد الجليج ديال الطبلة هو هذا، الجليج ديال الطبلة كدوز الجليج ديالك هو الأول، عاد كدير الباكيط كتخشيها من تحت الجليج على برا هنا. هادي كدامل على برا كدير بهاد الطريقة هادي، كتقلب الباكيطه كديرها على هكا تاع الباكيط كتدخل من تحت هنا. يعني هذا 3 سنتيمتر يعني ولا 2 سنتيمتر كتشد تحت الجليجه هكا كتشد. يعني هنايا هاد الجليجه الفوقانيه راه شاده لينا هاد الحديده هادي كتشد هكا، يعني مابقاش هادي كتحيد، هادي مابقاش كطيح واخا تكون تما سنين مغاديش تحيد. يعني هذيك هي الطريقه الصحيحه. من بعد كتعطيك هاد السنتيمتر ديال الجليد، كتعطيك هاد ليسباس هو من تحت. ديك الساعات كتخليه نهار يومين ولا ماشي مشكل. وقت ما كما درتي هاد الغلي هذا شويه ديال الدريساج كتحط المورسو ديالك بوحدو على هكا كيتلصق، يعني ما كيبقاش فيه مشكل. هذا ما عمرو غيتحيد، مازال ما عمرو غيتحيد، حيت هادي اللي هادي كطيح هادي في بعض البلايص هادي كطيح هذا بهذه الطريقه هادي، هادي مابقاش كطيح الجليجه. وشكرا للجميع. عبد الواحد اللي كيسلم عليكم عاوتاني كنقول لكم هذا هو الفانز ديال الكوزينه، الطريقه باش كتخدم البوطاجي ولا الطبله ديال الكوزينه. تنسلم عليكم كاملين، بارك الله عليكم، تنقد لكم عاوتاني فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ونسلم عليكم. بارك الله عليكم، بارك الله على الجميع.